دابا في المغرب اليوم خصنا نفهموا راه عندنا مشكل ولا مطروح المغرب. شكون اللي عنده ولاء لجلاله الملك محمد السادس او شكون اللي عنده الولاء لاسرائيل؟ جوج حوايج، مشي للحبس ولا عرضك ولا دخل الصف. سهل النقاش. الا اهتكتيها في مراكش وهي فقيره مسكينه مقرده غتدي 7 شهور. صور لي رساله القضاء المغربي كيعطي للعالم، كيفاش باش يبقاو يجيو هنا ولا كيفاش؟ خوتي المغاربه مرحبا بكم. بنت عندها 20 عام ترزينا فيها، بنت عندها 20 عام ماتت غرقا في مسبح كانوا في واحد الليله حمراء مع كويتيين. الكويتيين تعقلوا على الكويتيين اللي كان تكرفصنا على واحد البنت شحال هذه قاصره من مراكش وتشد. ونهار الجلسه رخاو مع 8 قرار القاضي قال له سير واخا اغتصب شي البنت رخيه وما حيقولوا جواز السفر لا والو لا مراقبه قضائيه. من الحبس للمطار للكويت باي باي القضاء المغربي. النيابه العامه لا غدا عاد استانفت الحكم. هاد الكويتيين هادو رجعوا عاوتاني دابا وفي ليله حمراء ورزونا في بنت. خرجت الاحكام دابا حنا غادي نناقشوها في هاد الحلقه من اسبوع في حلقه. ولد الصفريوي شرا دار ب 15 مليون دولار فين؟ ميريكان. 15 مليون دولار شرا الدار ب 15 مليون دولار. ديس شقار دار واحد التصريح مثير على الناس اللي كيبيعوا شريو في اتصالات المغرب واورنج وميديتيل وكذلك اللي كيبيعوا شريو في المازوت ومجال المحروقات. حنوقفوا عنده. الحسن التازي طبيب التجميل غادر السجن، غادر السجن وبقيه الزوجه ديالو. والخارجيه الامريكيه تسلط الضوء على الصحفي توفيق بوعشرين والصحفي عمر راضي والصحفي سليمان الريسوني والمثير اكثر. ولاول مره تسلط وتخصص تقريرها السنوي الخارجيه الامريكيه خصت فقره على افه التشهير في المغرب، التنامي ديالها واستهداف هذه الافه وهذه المعضله لحياة الصحفيات والصحفيين والمدافعين عن مجال حقوق الإنسان. هذه أبرز العناوين اللي غادي نوقف عندها، ولكن قبل منها غادي نبدأ بالعنوان الأبرز في هذه السيمانة. طب حدث لا كباقي الأحداث، الملك محمد السادس يوقع على خرجة جد 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 مشرفة تجاه القضية الفلسطينية ويحشر بخرج هذه في الزاوية كل من يعادي القضية الفلسطينية. خليوني نقول لكم شنو قال الملك محمد السادس كيوجه خطاب القمة 15 منظمة التعاون الإسلامي. عرفت شنو قال الملك؟ العدوان الغاشم على غزة وصمة عار على جبين الإنسانية. قال الملك محمد السادس إن العدوان الغاشم على غزة الذي يجعل الشعب الفلسطيني يعيش أوضاع يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، مسجلا أن ما يزيد من تفاقم الأوضاع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية إعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين. وجدد الملك هبطوا لتحت، وجدد الملك رفض المملكة المغربية لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية التي يتعرض لها. شكون؟ أشقاؤنا الفلسطينيون. الملك يقول لك أشقاؤنا الفلسطينيون. دابا الدولة المغربية كباقي دول العالم، الناس العقلاء اللي كيفهموا في العلاقات الدولية وكيفهموا في السياسة وفي علوم السياسة وكيفهموا في القانون الدولي وكيفهموا في التدبير دائما يجدون أعذار للدول في انها تربط علاقات وتستانف علاقه مع اسرائيل، ما تستانف هذيك الدوله. وكل جميع دول العالم يكذب عليكم الكذاب. كاين فرق بين الموقف ولكن العلاقات الخفيه ما كيقشعها حتى واحد. كاين شي دوله ما عندهاش علاقه بشي دوله. كاين شي ميريكان مع ايران عندهم علاقات. اسرائيل مع كذا. كذب عليكم الكذاب بشكل هي العلاقات تختلف درجتها واشكالها وتمظهراتها وحجمها كله. وعادي ان الدول هذيك عندها اكراهاتها وعندها ولكن منطق. ولكن نحن كمجتمع بالاخص مدني، احنا كمجتمع مدني، احنا كصحافه، احنا كجمعيات حقوقيه، احنا كجامعات، احنا كاكاديميين اليوم امام هذا الموقف الملكي المشرف. باقي شي واحد دابا يتم هبط لاسرائيل؟ هذه التوأمه بالجامعات المغربيه
التوأمة بين كذا والناس اللي كيمشيو لإسرائيل واش يشرفكم؟ يلاه كتقولوا جلالة الملك شحال قلت لكم فين المغاربة شرحتكم واحد النهار مفهوم ديال كنحترم جلالة الملك كنوقع فين كتبان؟ بقات في الهضر الخاوية دار جم هضرة توجيه هضرة عرفتي ما معنى الملك تيقول وصمة عار؟ المغاربة من تنقولوا على شي حاجة وصمة عار باقا نعاد نتعاملوا معاها راه خصنا حتى حنا كمغاربة ونترجموا الخطاب الملكي اللي عنده شي توأمة حبس ليا أخا حيدوا لنا الزيارات حبسوا لنا هذا والغريب علاش هذا الخطاب الملكي ما كانش عنده دعايه اقوى علاش الناس كيمشيو يديروا رئيس جماعه نشاط ديالو خريبيقه دايرين له هيلا لا وزاره وهذا الملك واش عندنا الولاء للملك ولا الولاء لاسرائيل خصنا نعرفوا هذا دابا في المغرب اليوم خصنا نفهموا راه عندنا مشكل ولا مطروح المغرب شكون اللي عنده ولاء لجلاله الملك محمد السادس او شكون اللي عنده الولاء لاسرائيل وهذا الهضره فين كيتجلى هذا الولاء الملك قال وصمه عار وخصنا نديروا برامج صحاب الاذاعات اللي كياخذوا الفلوس من المال العام اديروا لنا الموقف الملكي وصمه عار علاش وصمه عار ونجيبوا الناس ونهضروا الناس صحاب التلفازه جيبوا لنا الناس المحللين تعقلوا داك التحليل ديال الخطابات الملكيه وفينكم دابا في اسرائيل شكون اللي تناول هذا الشيء قليل بعض الجهات الاعلاميه على رؤوس الاصابع ودايرين لك التغطيه لرئيس الجماعه هذا دار التغطيه رؤساء الوزراء رئيس المقاطعات ولا هما الملوك في المغرب لهالدرجه اسرائيل تقدر تكون زعما تغلغلت وسط هذه البلاد ولا شاد المصيبه الكحله كيفاش خطاب بحال هذا اللي خصنا نسوقوا على اكثر من واجهه بصفتنا كنترأسوا جنه القدس وبصفه بعض عباد الله كيحاولوا ينالوا من شرفنا الوطني ومن عروبتنا ومن مواقفنا ونجيو حنا ما نديروش تغطيه لهذا الخطاب قلبوا شكون اللي غطى هذا الشيء لا في الصفحات الفيسبوكيه ولا اليوتيوبرز ولا في القنوات ولا في الاذاعات كاين اللي كاع واش قال الملك وصيفط رساله ولا ما صيفطهاش وتصور على موقف العدوان الغاشم على غزه وصمه عار ترجموا لنا دابا حبكم للمالك وولائكم للمالك وفين ما دوك صحاب حيوانات وفين كذاك المثقف ما بغيتش نسميه ايه ما هو الملك قال لك وصمه عار اذا العدوان هذوك حماس اعتبرتي رد فعلهم الشرعي على الاحتلال سنين اعتبرتيهم حيوانات ولكن الملك محمد السادس قال وصمه عار تعتبرهم دابا قول شي موقف كما قلتي في الفلسطينيين والمفكرين الاخرون ما بغيتش نجبد سمياتهم اللي كي واحد قال لك راه حماس دروع بشريه ما بغيتش نجبدو ما يقولكش كان كيهمنيش واحد اخر قال كلنا اسرائيلي ها الملك قال اشقائنا الفلسطينيين ها هما وصمه عار عدوان دابا هادو اللي وصمه عار يشرفوني يكونوا صحابنا هادو يشرفوني هادو هادو اللي كيقتلوا الانسانيه والاطفال اللي ما عندهم لا اخلاق لا ثقافه لا عندهم حتى حاجه هادو بشر هادو نعاودو معرفهم هادو نزوروهم هادو يزورونا هادو اللي الذين لا يقيمون اعتبار لا لمقدس ولا لجامع ولا لطفل ولا لسبيطار ولا لي خرقوا القانون الدولي القانون الدولي تخرق فقط لحقاش عندنا حقد على الاسلاميين حق راه حماس تما اشتان الحماس ولا ماشي حماس البشريه كتقتل تما الاطفال يقتلون والنساء والارض وكتستقوى اسرائيل على القانون الدولي وعلى المؤسسات يقول الملك وصمه عار على جبل الانسان ايوا الله يدير شي تولي الخير دابا غادي نمشي من هذا الموقف هذا غادي نمشي عرفتش هذا الحزب ديال ميسا خليه هو الاخر دابا ولد صفريوي شرا دار من حقه ماشي تما المشكل يشري عادي وعادي جدا انا عندي اي حاجه غندوز على ولد الا كانت انا والله ما عندي معطيات دابا كاع هاد الفلوس الا كانت 15 مليون دولار منين خرجت هذا السؤال الاول منين خرجت هاد الفلوس واش كانت في المغرب او اللي عنده اللي كان عنده ديك الشركات الاسمنت في افريقيا لان افريقيا فيها واحد السيبه في هادشي ديال خرج الضريبه ولكن مع ذلك هو ملزم بتصريح الضريبه هنا في المغرب خصو يديكلاري هنا سؤال واش هاد الدار عالم بها هنا الضريبه ومكتب الصارف وهاد الروين واش كاين هاد التصريح الضريبي ديال هاد الدار هنا السؤال الثالث هو الطب في هادشي هذا هو اللي خلاني لان ماشي الاخر كله عنده وما عندوش حنا ماشي حنا المزاليط الفقراء المقردين شحال كيتبعونا وكتلقى راسك كتناقش مع اسرائيل دابا الجزائر واحد القضيه مهمه المغاربه عمركم شفتوا انا الصفريوي داير شي صفحه كيخاطب الجزائريين والكراغيله
ها العرب اللي ما قلبوا شكون هادو اللي كاين لا في الضفه ديال الجزائر لا في الضفه هنا. هما جالس كيجمعوا الفلوس ولاد الاغنياء وكيتزوجوا هذا مناسب مع اخنوش اخنوش مناسب مع الصفريوي 15 مليون شرا وحنايا جالسين بيناتنا جزائر وجزائر كتجاوبنا وحنا كنجاوبوا احنا دوك المقردين في الجزائر والمقردين في المغرب مع احترامي لبعض الاخر والمواقع ما كنجمعش كلشي في سله واحده كاينه واحد الطبقه عاد كيشحنوا كيشحنوا جزائر كتشحن وهنا كيشحنوا شكون المستفيد الاول اسرائيل والله لا درتي هنا شي تحالف شكون المستفيد الثاني النظام ديالهم تما وواحد الطرف عندنا حتى حنا هنا في المخزن حتى هو رابح فيها واحد الطرف مزيان تما الاحتقان والنقاش لان الورقه الصحراء تصور ما عندكش هذا الصراع الصحراء المغربيه كي كنت كنا غنجاوبوا على سؤال الديمقراطيه شنو هو اللي فركت شكون اللي فركت المغاربه تاريخيا شنو المغاربه قلبوا في المواقف قاعدين تروتسكيين دوك الفصائل كيعطيو موقف كيجيو لهم الاخرين الاتحادي كيقولوا لا ايه قضيه غزاله فلسطين وكنا ولكن ماشي على حساب عاوتاني اش كتقولوا في الوحده التراب اعطيني موقف الاخرين تيقولوا واش مطالب نعطيك موقف من الصحراء عرفتي في الاخر كتبقى تفكر ما عمرك تفهم كانت هاد الصحراء خارقه وفلسطين كان فيها وحتى القضيه الفلسطينيه الناس بزاف كيسولوا علاش المغاربه ما راحتوش علاش القضيه الفلسطينيه مابقاش عندها قيمه في المغرب ماشي علاش 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 الحركه الطلابيه ماشي بحال العالم دابا المغرب واحد واحد الوقت كانت القضيه الفلسطينيه الفرصه الذهبيه هي اللي كتنعش الحركه الطلابيه في فلسطين لا الاسلامي كيعطي موقف واليساري موقف والاستقلالي موقف والاتحادي موقف كان واحد الغينه في القضيه الفلسطينيه اليوم ما بقاش سؤال علاش انا اعتقد لجوج الاسباب السبب الاول هو ملي كتقلب على الفلسطينيين في المغرب واكلين شاربين بالميناح بالبورص مفطحين الا مشيتي على الطلبه في العالم في فلسطين كتلقاهم بحالهم بحال الاخرين هنا اش كيديروا الطالب الفلسطيني هي كدار بطريقه زوينه ولكن الطالب الفلسطيني كتلقاه مسجل ما عنده مشاكل في التسجيل عنده كذا فلسطيني مفطح انت من الفلسطيني ما كينوضش كيفاش تغتنوض هنا في المغرب لاحظوا الطلبه الفلسطينيين كاملين مستافدين العمليه الثانيه وهي الاهم جدا وان الجامعه تقتل فيها الاختلاف دابا هادي شحال من كتلقى مثلا العوس كيتسمى اللي كيعرف القاعدين كتلقى البرنامج المرحلي القرايه كيتسموا القاعدين بوان الاخرين كيتسموا القاعدين التقدميين كاين عاوتاني الطلبه ديال بن سعيد اي تيضر كيجيو اتحاديين كيجيو الطلبه ديال 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 بن عبد الله ولا ديال الحزب الشيوعي ولا حزب التقدم المشتركيه الحركه الامازيغيه طلبه صح ما كيهمش هاد الاختلاف كان كل واحد كيبغي يتميز على الاخر باجتهاده في قضيه اسبوع ثقافي راه المشكل في المغرب اليوم مشى انتصر التطرف بقى بعض الاصوات حيت اخطر حاجه هو التطرف وانا لا اريد ان ما بغيش نقول شنو هو التطرف اللي انتصر حيت عارف البشر ما غيقدرش يقرا ملي كتقتل الاختلاف كتقتل القضايا واحد الوقت كان النقاش كان نقاش وكان اليوم يؤسفنا هذا الواقع اللي كتعيش الجامعه المغربيه فالجامعه المغربيه كنا حنا نبراس كنا حنا اللي كنوضوا الحيحه في هذه القضايا الفلسطينيه فكر رجع لهاد القضيه ديال هاد الشاب هذا اللي شرى هاد الدار الله يسهل عليه يعني علاش ما كنلقى الصفحه ديالو ولد اخنوش ولد فلان ولد فلان حنا اللي كندافعوا على البلاد حنا ملي كنقول حنا ابناء الفقراء الصفحات وكندابزوا بعضياتنا كاين هم الاغنياء يشترون القصور في ميامي وكل واحد كيتناسبوا كيتسهروا كما في الجزائر كما النظام الجزائري راه الشنقريحه تلقاو تبون القصوره والحيحه ولادهم ولا وكيخرج لك هذا بودن هذا برجل هذا بو كذا مقرد باقي غير يلصق والاخر عاوتاني من هنا كي وكاين واحد الطرف عاوتاني كيعيش بهذا الموضوع بهذا المحتوى لانه كاين فيه انواع ولكن في اخر المطاف كتبقى اسرائيل والاستعمار هو اكبر مستفيد الى جانب النظام الجزائري لانه ما عندوش وكاين طرف عاوتاني هنا في صالح وهذا الصراع يبقى قائم حيت تصور لا تصور لي ما عندكش الصحراء المغربيه مثلا كمشكل راه اوتوماتيكمون انتقل السؤال ديال الديمقراطيه السوق عرب مغاربيه مشتركه غتمشي في واحد الاتجاه وهذا الشيء من المتضرر منه الراسماليه الفرنسيه والراسماليه واسرائيل الا درتي هنا قوه اقتصاديه ودرتي هنا السلاح ودرتي
علاه تخلي فلسطين راه كتمد يد العون فلسطين، ولكن فلسطين ولكن اسرائيل صالحه تسوس العلاقات هنا. وهنا كيجيو بدا الصحراء اش عطاونا الفلسطينيين اش عطانا فلان سيدي المصلحه الاولى الصحراء اش عطاني، داروا واحد الخطاب اسرائيليين. ولكن جات هذه الاحداث ديال سبعه خريبه الحفله كامل، حقاش لا يصح الا الصحيح. شي طير شي والله ما كاين، والله لا يصح الا الصحيح. كاع داك الشيء اللي كيكون تخربيق وداك الشيء اللي كيكون ما وقفش على الصح، عاجلا ام اجلا مآله الاندثار. نمشيو لدريس الشجر، شوفوا دريس الشجر هذه خصني نوقف عندها مهمه. شوفوا واش قال المغاربه، وعافاكم المغاربه في اطار البناء اللي بغيتوا بلادنا تقادش، حيدوا منكم واحد الحاجه، حيدوا منكم ديك الشجر دارت فينا ملي كنتي بن كيران حتى اللي خرجت عليها، راه والله ما كتنتج. انا نمشي معكم واحد بعد الشجر ما دار والو، الاتحادين خرجوا علينا، زيد بن كيران ما دار، هذا الخطاب من المستفيد منه؟ ما كنطوروش. هذاك هذيك يكون باغي دابا الشجر خرج خطاب ولا بن كيران خرج خطاب، كنحاصروه بهالطريقه. المستفيد هو الفساد. واخا انت عارف الشجر داير شي حاجه ما دار والو، واخا تعرف بن كيران دار لك، دابا اسكت شد خطابه وخليه يخدم قضيتك يطور حياتك. تقدر تجي الوقت ملي تكون انت في موقع قوه زين قول له اجي واحد العام عطيتك تكون رئيس حكومه واش درتي ليا؟ كتحاسب معاه دابا وانت ضعيف، شكون اللي كيستافد؟ داك اللي كيفرعك دابا هما اللي كيروجوا انت شجر انتوما اش درتوا لينا؟ واش حتنفعني دابا طرح سؤال؟ خلينا من بعض الناس باغي راه كاينه في اليوتيوب ولا في الفيسبوك اللي حكيكتب باغي حيخرج حيهضر، ما عندناش رؤيه ذكيه للصراع. هادشي اش كنقول لكم باش دابا شجر حاولوا تسمعوا له، ماشي وقت الحساب مع الشجر، خذوا حاش كيقول راه مهم بزاف. وفرحانين لينا بكاس، حنا كنا فرحانين نهار اللي علن سيدنا بانه راه غنديروا هاد التنظيم الثلاثي. ولكن بالله عليكم واش حنا جاهزين حتى في الانترنت؟ حتى الواي فاي مجد خادين عليه في 2030؟ علاش؟ لان عملنا كلها بغشوشه. شنو هي مغشوشة الإخوان؟ هذا قطاع حيوي. تقولنا هذه الحكومة، أنا لا أتحدث الآن عن الشركات، هذا مجال خاص. تقولنا هذه الحكومة شنو هي الاستثمارات اللي دارت في هذا القطاع؟ اش تتهيئ من استثمارات باش نكونوا قد اللحظة وقد المسؤولية؟ بل أكثر من هذا، حنا الشعب الوحيد اللي تيخلص 8.25 على هاد الامكانيه ديال الهاتف والواي فاي وديال التواصل وكذا. كاين اسعار عالميه رخيصه. وسيدي راه ضد حتى القانون، هذه داروا لها الوكاله الوطنيه للتقنين، وهذيك الوكاله الوطنيه للتقنين ما بين جوج ولا ثلاثه د الفاعلين تدبر الامر. وسيدي تركوا هاد الشيء للمنافسه، تركوا الحريه، ولا غنديروا فيها بحال الغازوال. في الغازوال شدينا ثلاثه الشركات ولا اربعه وزيروا الشعب المغربي، ومن 60 فرانك اللي كانوا تيربحوا في ليترو في واحد المرحله حتى ولاو يربحوا جوج دراهم غير في ليترو، لان عرفوا يتفقوا على الاثمن. وحنا اليوم يمكن لينا نقولوا للحكومه اللي بغات تمشي ل 2030، راه 2030 بلا ثوره رقميه حقيقيه تمكن لا السائح ولا الصحفي ولا العالم برمته. كنتفق معه جمله وتفصيله في هذه النقاط اللي كان جمله في المحروقات والسيطره على الاقتصاد والسيطره على البلاد. ثم ميسى سلام الناجي دارت حزب سياسي، وصاحب هذا الاعلان ديال الحزب ديال ميسى سلام الناجي حمله ديال تبخيص وواحد الإساءة كانت لهاد السيدة، خصوصا أنها بانت في واحد المشهد كما كتشوفوا لورانا، وكانت واحد الإساءات وبمنتهى المسؤولية ساءنا الإساءة لها. علاش؟ لأنه كما كان الحال هي شابة يعني أقبلت على العمل السياسي واحد البيئة ذكورية، في واحد البيئة اللي الناس ما كيبغيوش العمل السياسي، الناس ينفرون من العمل السياسي، فاحنا بالعكس اعتبرناها شيء ايجابي على ان شابة تمشي تدير السياسة وتدير حزب سياسي وتخوض هذه المغامرة، وكتمنوا لها النجاح على هذا يعني الصعيد. ولكن ثم ولكن عندي بعض الأسئلة، وأرجو أن يتسع صدر يعني السيدة ميسى سلام الناجي.
دير الحزب من حقها تخوض هذه المغامره من حقها، بالعكس حنا كنشجعوه. ولكن عندنا اسئله. اولا من حيث الاخراج، هذه الصوره شكون اللي سربها؟ شكون صاحبها؟ واش هي يعني اللي صور بهذه الطريقه؟ انا ما عنديش معطيات، وكنستبعد ان السيدات ما عرفتش والله ما نقدر نظلم. درت واحد الاتصال بها ما شفتش ليا، ما عرفتش واش بدلت لا كارت ولا كذا، لا اعرف. في اطار مهني نسمعوا روايتها، بغيت نعرف. استفزتني واحد الفكره، بغيت نفهم ما هي الخلفي، واش اللي دار هذه الصوره عنده خلفيه زعما هكا طريقه يكون اشعال الحزب، زعما الناس غيخلقوا جدال كاين حزب ما كاينش حزب ولا كذا، واش كانوا شي متربصين بها مشاو اختاروا هاد الكذا، واش هاد الشيء عفوي، واش مقصود؟ والله لا املك جواب، ولكن ما واش كان بالضروره يكون اعلان على الحزب بهذه الطريقه؟ كان ممكن يكون ندوه صحفيه، تكون شي اطروحه، تكون شنو هو التصور، شنو هو كذا. فسالني ان السيده تاخذ هذه المغامره وحنا كنحبدوها ونشجعوها، ولكن مع كامل الاسف صاحب هذا الاعلان، هذه الحمله ديال التبخيز، ولا مشاو ركزوا على هاد الامور، فما عرفتش شنو هو المقصود من هذا الشيء. الله اعلم. النقطه اللي عندي اهم من هذا الشيء كامل، دابا في هذه البلاد السعيده هل بقي للحزب معنى؟ دير حزب مزيان تاطر كذا. دابا السؤال، شحال من حزب عندنا في المغرب؟ دابا واش سهل دير حزب دابا؟ وزعما شنو؟ واش الحزب، واش في المغرب عندنا مشكل ديال الاحزاب؟ هو مشكل الديمقراطيه؟ حزب خصنا غير حزب. بحال شي واحد تيقول لي التعديل الحكومي زل حيتي وزير غيجي وزير، ولكن اسمح لنا راه كنخدموا عقلنا، راه بدلنا اكثر شحال من حكومه بدلنا منذ الاستقلال؟ حتى حكومه ما كما باستثناء حكومه عبد الله ابراهيم. هو جراب بن اليوسفي ماله يساري مشى وكان محامي وهذاك ولقينا مع عندنا عليه ملاحظه. كي غنديروا؟ جا جطو من الاعمال عاوتاني، كي غنديروا؟ جربنا جطو ما عنده علاقه حتى والو، جبنا عباس الفاسي يلاه والو من الاستقلال ورجل محترم عباس الفاسي، راه ود الناس مربي. ومع ذلك جبنا ابن كيران، شو مواقف ابن كيران قبل المعارضه؟ راه كيقول لك داك الشيء هضر في المسؤولين هضر والو. واحد شي راه كما تيقول لك، ما عرفتش كيفاش نوصل لكم هذه الفكره. انا اغرب حاجه هو انك دير الفعل واعطيك نتيجه وتبغي نتيجه اخرى وانت كدير نفس الفعل. ما يمكنش. نفس الحكومه، نفس البيئه، نفس الاوضاع، نفس جيوب المقاومه، نفس المتربصين، نفس اللعب، وكنعاودوا سنين واذا شنو؟ كتبقى شحال من تعديل حكومي داز في تاريخ المغرب؟ واخا كتبدل الوزير للوزيره. اذا داك الشيء كيولي غير كيخلق لك واحد الامال وكت. طيب انا ما كنبغيش ننشروا هذه الطاقه السلبيه، ولكن الواقع كيقول لك التشاؤم الصادق خير من التفاؤل الكاذب. واش حزب دابا ديال هاد السيده ميسا سلامة الناجي شنو زعما شنو غيضيف؟ وانت كتشوف القزره ديال الاحزاب كلشي مشى بحالاته. علاش كنقول ربما كاين اللي عندهم حس؟ واش هاد الصوره اللي خرجت ديال ميسا ربما شي واحد بغى الاساءه ليها، التسويقه بهذه الطريقه، اراد يقتل الحزب في الاول. شوف دابا على صوره خدموا عليها في هذه الواجهه. انا كنستبعد على انها هي تكون مولات هذا الفكر، لان ربما اللي دار هذه التصويره وهذا الاخراج ولا اللي سوق بهذه الطريقه ولا اللي ركز بغى يقتل الحزب من الاول. ودابا السؤال في المغرب، واش المغاربه يقدروا يرتبطوا بشي حزب دابا؟ على ما داز معاهم مع الاتحاد الاشتراكي مع البي جي دي؟ ايش داز عليهم؟ والمؤمن لا يلدغ من الجحر مراته. وها انت حزب غزال سيدي وفيك على الملائكه، ومع من غتحالف؟ طبيعه البنيه ما كتسمح لك دير اغلبيه حكوميه، مضطر تحالف مع فاسد ولا حزب سمسار. كتحط برنامجك تقول له حيد لي هذه وجيب لي هذه وقاد لي هذه. اي معنى شنو هي العبره؟ واش خصنا نطرقوا من سؤال، واش هاد الاحزاب غير موسخين وخصنا حزب نقي؟ واش هاد الاحزاب انتهازيين جماعة العصمايره السريه وخصنا حزب الملائكه؟ او لا هاد الاحزاب راه فيهم ناس مزيانين، والاشكال اشكال بتقطيع انتخابي بالبنيه، علاقته بالداخليه، علاقته بكذا. خص الوضوح مع الشعب. شي حنا غنجيو نقولوا حزب إيه من بعد شنو الاطروحه؟ شنو الاطروحه ديالك؟ شنو هي الاطروحه اللي جاي؟ شنو هو التصور اللي عندك في المراه؟ تصورك للاسره، تصورك للاقتصاد، تصورك لعلاقات الجوار، كي غدير العلاقه مع الجزائر، كي غدير العلاقه مع اسبانيا، علاقات الدوليه، كي غدير تدبر الملف ديال الابناك، القروض الصغرى، العقار، السكن الاقتصادي، كي غدير مع السجون؟ هادشي راه خص تكون عندك اجابات هادشي خصو. والحزب واش كيكون باراده ولا كيتبنى؟ داخل افران الكفاح اليومي.
الحزب راه ما كتكون كتقرا انت على الحزب الوزاني ولا الحزب ديال الاستقلال كيفاش جا، ماشي غير تجي تجلس وتتفقوا جوج ولا ثلاثه ولا كذا. ومع ذلك حنا كنتمناو لهذه الشابه المغربيه كامل التوفيق، المغامره ما عندها ما تخسر، تخوض هذه التجربه. وبالعكس انا نقول الناس يختلفوا معها برقي، واخا تكون عندك بالعكس هي خذات التجربه السياسيه، خذات التجربه. وهنا غيخليوني ندخل لواحد الموضوع، موضوع ديال ما وقع في مراكش. واخا هو مقارنه تستقيم ولكن ما غنديروش هذه المقارنه، ما خفتي تفهم غلط. خليني نقول نمشي لمراكش بعدا نوقف عند حسن التازي. حسن التازي عطاوه شحال 3 سنين ولا شحال، المهم دوز شي حاجه وخرج بحالاته وما كملش. طبيب الجميل عندي عا نقطه في حسن التازي، الله يفرج على زوجته مسكينه في هذا النار والاخوان. عقلت هو المغاربه على الهيله اللي كانت 20 عام تنتظر التازي، 30 عام تنتظر التازي، المؤبد للتازي الاعدام ينتظر التازي. عقلت هو الانسان اللي قبلتكم من خرجت في الاوكريت العصا، عقلت في ذيك الايام دابا عرفتي التجار في البشر والتازي وعرفتي شحال ديال الاعلام شهرنا في الاخر هو خرج بحال اللي شنو جون حاول شنو عنده. واش ما انش الاوان نراجعوا لهاد المواد اللي ولاو هاد العناوين مين فقد السخ التجار في البشر. عرفتي بقيت كنسمع كنا قلنا التازي بشاب الاعدام شاب مؤبد 15 عام، عرفتي داك الشيء كتسمع كيبيعوا شريف الاعضاء، واحد يقول كيبيعوا شريف بنادم، واحد يقول لك اطفال الفقراء، وهادشي داك الشيء اللي قالوا عليه يا عباد الله. والاخر سيد كيبان لي داك النهار كان من تم خارج بقيت كنشوف كنتفكر ديك العناوين والتصريب اللي صربوا المحضر ديالو وعلى اين على سلامه السي الحال. ولكن سجل الله عز وجل وسجل التاريخ كيفاش تناولنا ديك القضيه بمنتهى المسؤوليه، بمنتهى كيما تناولنا قضايا اخرى اجتماعيه بمنتهى المسؤوليه بحال القضيه ديال الكولونيل العطور نور الدين رحمه الله عليه. غادي نمشي لواحد النقطه اخرى وهي الخارجيه الامريكيه صدرت واحد التقرير وسلطت فيه الضوء على الصحفيين عمر الراضي توفيق بوعشرين سليمان الرئيسي، الله يفرج عليهم جميعا ويفرج على كل واحد اذا كان مظلوم في هذه البلاد السعيده حق عام او سياسي نشطاء الريف والجميع. انا اللي تارني في هذا التقرير الخارجيه الامريكيه هي تخصيص فقره للتشهير، وهذه سابقه الخارجيه الامريكيه دقت ناقوس الخطر بخصوص افه التشهير بالصحفيات والصحفيين المزعجين للسلطه في المغرب. هذه المعضله، هذه الكارثه التي ما بعدها كارثه، افه، مصيبه كحله، مصيبه كحله. يعني غير الحبس ولا التشهير، غير الحبس ولا امك، غير الحبس ولا مرتك، غير الحبس ولا ولادك. تصور يولي هذا الاسلوب جوج حوايج، مشي للحبس ولا عرضك ولا دخول الصف. سهل النقاش، سهل النقاش في هذا المستوى. واخا نمشي دابا لهاد مراكش، مراكش حكموا على واحد السبعه ديال الخليجيين، سبعه ديال الخليجيين موقوف التنفيذ، وكاينه واحد الخليجي واحد كويتي بسبع شهور ديال الحبس في الحبس، وشي سيده خدامه ب 10 شهور. هادو جوج اللي جاو حام تحاكموا في حاله اعتقال، جوج كويتي تخدى 7 شهور راه في الحبس، وشي بنت اخرى مسير. دابا هادو كانوا في شي ليله قال لك في شي بلاصه كيشربوا، سالوا من واحد البلاصه مشاو لواحد الفيلا على حساب الروايات اللي وصلتني، على حساب داو الشراب داو المخدرات ديالهم ما عرفش ديك المصيبه الكحله، وكملوا السهره في شي بلاصه. فشي وحده في لابيسين طاحت، واش مخدره واش كوكايين واش مخشيش واش وقع لها شي نزاع، الله اعلم الله اعلم. انا عندي مهم احكام القضاء 7 شهور يعطيهم حتى نهار القاضي، هذاك سلطه تقديريه ما عندك القاضي منين تشدو تما، قاضي عاطيه سلطه تقديريه. واخا انه كاين مشكل هذا نقدر في التشريع في المستقبل قالوا المنافسه ولا كذا، السلطه التقديريه القاضي ما عندوش مثلا كتلقى في بعض داك الشيء ديال الاعمال، ولكن في المجال الزجري والجنائي وكذا بحال الاغتصاب تلقى عنده على اي. انا ما غنناقش القاضي، انا عندي بعض النقاط المغاربه ارجوكم الى ما سمعوا لي في هذا الشيء اللي غنقول لانه خطير بزاف. نمشي وحده بوحده، هذا راه ملف مرعب والله حتى مرعب. اولا هذه البنت ماتت عندها 20 عام. السؤال الاول انا بديت كنسول كنقول لهم هذيك قال لك ما عرفناش ملفها، حنا بغينا نعرفوا ديك البنت ليش ماتت،
فين هو التشريح الطبي؟ بغيت النتيجه. قال لك هذاك الملف ما تناقش ولا مع صور صورت رئيس الجمعيه سي ار بي تما حقوق الانسان، قال لك ما هذاك ملف ما فهمنا فيه والو. قلت له كيفاش البنت ما تلاش مات؟ شنو سبب الموت؟ شنو هو سبب الوفاه؟ قال لي والله ما عارف انا دابا كصحفي، والله ما عارف. هذه الاولى مصيبك حل، ماتت روح مشات عند الله. قلت له كيفاش؟ قال لي ما عارفنش. ثانيا شنو قال لي؟ هذاك السيد دابا مول 7 اشهر واقع، حنا نقولوها واقع بنت قاصر والعداوه والمغارب قاصر ها صغيره ناس معها كويتي هي اش دار لها؟ قال لك ما عادش داروا افتضاض ما عادش شنو ولا هاتك عرض ولا تغرير قاصر 17 عام عندها 16 عام شحال عندها؟ واش كنت كدير في ديك البلاصه؟ اوكي وهذاك البار ولا ديك الحانه كيدخلوها قاصره. دابا بديت كنسول هذاك مول البار مول المطعم مول الريستو شكون ما بغى يكون؟ راه خصنا نديروا التحقيق ماشي نجي على المحكمه. فيك انت يا بنتي قاصره؟ هي كانت عند هذا فلان، اجا مول لوطير كانت هذه عندك. الشراب مين خرجتوه في الليل؟ معليش وخرج الشراب من واش كاين تحقيق في هذا المستوى؟ هذوك الكويتيين السبعه حضروا في الجلسه؟ لا. وهذوك البنات حضروا؟ قال لك ما كاين حتى شي واحد حضر. كيفاش؟ والقاضي باش حكم عليهم؟ بلا ما يشوفهم. فين هما الكويتيين السبعه؟ كاينش. والبنات حطوا كفال فينهم؟ لا. قال لك شكون جا؟ قال لك كاين غير داك السيد وداك السيده بجوج. كيفاش؟ وهاد البنت قال لك لا راه ماشي هي اللي مولات. طبعا عندي واحد الملاحظه هي الطب في هذه القصه كلها هي اللي ما لقيتلهاش والله ما لقيتلها تفسير. جوج جوج طبعا الى اهتكتي عرض قاصر الى اهتكتي عرض يا العداو شتي انت اجنبي جاي من سنغافوره ولا من السويد ولا ما الى اهتكتي بنت مغربيه شرف بنت مغربيه قاصر ما عندهاش الرشد ما عندهاش الاهليه القانونيه وما عندهاش الاهليه المدنيه الى اهتكتيها في مراكش وهي فقيره مسكينه مقرده غتدي 7 اشهر. صور لي رساله القضاء المغربي كيعطي للعالم كيفاش باش يبقاو يجيو هنا ولا كيفاش؟ دابا انا سمعتي انت شي دوله فيها الى قصتي بنت 30 عام الحشيش 100 عام الناس كتخاف ما كتبقاش دير كتلعب. تصور حنا كقضاة نقولوا للعالم راه لا غتكتي عار بنت قاصره باقا صغيره في مراكش كتدي 7 اشهر شنو هي الرساله؟ هذا سؤال انا اتساءل. عندي سؤال اخر دابا الى اهتكتي عرض بنت قاصره الى اهتكتيها عرض قاصره الى شديتي واحد البنت وتكرفصتي عليها برضا هي قاصر تدي 7 اشهر زيد والى نشرتي صوره الوزير وهضرتي على الوزير وسالتي اسئله كدير 4 سنين الحبس. يعني ما يتعلق بحريه التعبير شنو هو الميساج للعالم؟ تشهير فراسكم المغاربه جميع الدول الديمقراطيه في العالم غاده في اتجاه ديال كتحيد الجريم ديال التشهير وهذا الشيء حريه التعبير. حنا هنا عاد كاين تصعيد فيه. تصور ملي كيدوز لك نشر ادعاءات كاذبه تعامل كيحيد لك العقل كيدخل لك انت نشرتي اخبار باغي تخدم عليهم وتقدر ادعاءات كاذبه ونشر صوره بدون كذا وكذا. دابا الى 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 اهتكتي عرض بنت قاصره في المغرب وكاين الشراب وكاين البنات وكاين الجو وكاين 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 في هذا الجو كامل كتدي غير 7 اشهر وكاين وقوف التنفيذ ولكن الا عبرتي على رايك تجاه سياسه وزير ولا طرحتي اسئله كتاخذ 4 سنين الحبس. الا هضرتي على التطبيع تاخذ 5 سنين الحبس. الا هضرتي على يعني شنو هي الرساله للعالم على هذا الصح؟ عندي واحد السؤال اخر مادام هنا هضرنا على التوفيق بو 20. دابا التوفيق بو 20 التوفيق بو 20 شنو نديروا له التجار في البشر؟ أنا سؤال كنطرحو توفيق بو 20 عنده التجار مع البنات ياك التجار في البشر واخا هذوك شكون هما دوك البنات صحفيات ما معنى صحفية واش عندها الهشاشة سؤال ماديا صحفية صحفية ما معنى صحفية عندها واحد 8000 درهم في الشهر عندها 8000 درهم صحفي 6000 درهم ما كنعتقدش أن توفيق كان كيخلص أقل من 6000 درهم صحفي ما كنعتقدش وما معنى صحفيه؟ راه عندها 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 خلفيه فكريه، عندها مناعه فكريه، عندها افكار. وغالبيه الصحفيين كتكون عندهم واحد الانفه في الغالب البشر كامل الخوتي المغاربه. غير كاين بعض المهن بحكم طبيعه الخدمه كتعطيك واحد واحد الوضع نفسي وكيكون عندك ذاك الشعور المعنوي. راه ما كنقصت من شي مهنه ولا من البشر، كنت نقول لكم هذا الشيء كرصد. فباش المراه ما كتختار تكون صحفيه؟
اصلا كتكون الكرامه عندها مدوزيه، باغيه تكون سلطه رابعه، باغيه تراقب وكيل الملك سلوكه، باغيه تراقب القاضي، باغيه تراقب الوزير، صحافيه. تن هادي ما كتهانيش من الهشاشه لا فكريه ولا ماديه. ودابا هاد البنات مساكن ولا كيعانيو، هادي اللي غتمشي مع الكويتي وكذا، اذا راه ماشي عندها الهشاشه علاش ما داروش التجاره في البشر؟ انا سؤال تكيف، دابا انا عرفت كيف اسئله. هذيك المره داك ديال عدو الاحسان في مكناس الفقيه، ما عرفت شنو داك الدكتور سميتو، تجار في البشر والعناوين، حسن التازي التجار في البشر، هذا هو التجار. انا بالنسبه لي تعريفي انا الشخصي المتواضع وقد اكون مخطئ، هذا هو التجار في بشر. لانك ما معنى كتستغل عنصر الهشاشه والفقر والحاج قد التجرلو في لحمه كتعطيه مقابل، هذا هو التجار، تتاجر في بنادم بتعريف بسيط. وكيكون عنده عناصر، كاين المصريه، كاين هذيك الوسيطه، كان واش استعمل ديك، اذا معناتها بيعي لي هذه البنت، يعني هذه شحال تعطيني فيها؟ تعطيني فيها 2500 درهم في الليله واحده، واخا بيعي لي الدار، وبيعي لي الشراء، وبيعي لي بنادم، راه هذه الوسيطه ولا كذا ما كيبقى يبيع لك بنت، هذا التجار في بشر، نتاجر في بنادم. وعلاش الاحكام هنا مخففه؟ علاش كيوقع التكييف؟ علاش؟ واش كون بغينا نساليو مع هذه الافه؟ فين هما الناس اللي كيدافعوا على المرأة؟ توفيق بو 20، المرأة المرأة المرأة، الجمعيات عرفتي. كويتي بغيت تكرفس على البنت المغربية قاصر لا ما عندناش مشكل، لا حنا عندنا مشكل مع توفيق ومع سليمان ومع عندنا مع هادو الصحفيين اللي كيكتبوا اللي تيقول لك المغرب خصو يتغير، هادو اللي نحن بالمرصاد لأخلاقهم. هنا الهرمونات ديال الوطنية والتمغربية والدفاع على المرأة وحماية المرأة وحقوق المرأة وحيث أن المرأة. شكون أنت؟ أنت كويتي لا ما عندناش معك مشكل. ها البنت المغربيه اهتك، ها ولا دير فيها ما بغيتي، اقصى القضاء يقول كلمته، ولكن انتم لا، انتم غادي فين هما هاد الناس اللي كانوا؟ شي عيب الله عليكم، فين هي الدفاع على المراه المغربيه؟ شنو زعما هاد مراكش كل مره نسمعوها؟ بيدوفيل اسم كويتي جا اغتصب لنا طفله مع الثمانيه ديال النهار الليل، وقف قدام القاضي الجالس، القاضي اش قال له؟ قطع الصراحه المؤقت، والله لا ديتي الصراحه انت الصحفي، عمركم شفتوا شي صحفي يدا الصراحه المؤقت شد سياسي؟ عطيو لي الملفات ديال الزقه كاملين، نشطاء الريف والله لا ديتي الصح، والله لا دا المهداوي الصراح، والله لا دا الحيرش، والله لا دا الطوجني، والله لا دا الزفزافي، والله لا دا بو 20، سليمان، عمر، مديمي، حقوقيين، والله تكون طلبت ما كاينه واحد شي نهار سمعنا صراحة. غريب والله لا ديتيه، كويتي كيدي الصراح، سبعه الكويتيين داو الصراح، والكويتي الاخر وكيطلب منك ما تقلقش. كتقول لهم عطيني تعريف للوطن، تعريف للمغرب، راه حنا حنا عندنا تعريف اخر للمغرب. علاش؟ علاش ما تعطيش الصراحه؟ علاش؟ الصحفي عنده كل ضمانات، لا انت واخا ما كاين باس السيد القاضي عطيتي الصراحه الكويتي، ودير القانون، حيدوا جواز السفر وديروا المراقبه، لا ما دالوا لا جواز، خرج الكويتي البيضوفيل اغتصب لنا بنتنا المغربيه، خرج من الحبس ديريكت مشى للمطار، بات في الكويت ولا في فرنسا في ذاك الليله، النيابه العامه لا غدا، هادشي اللي كيقول لنا لا غدا عاد دارت استئناف، تا الكويتي مشى خل دارهم، عاد النيابه العامه دارت استئناف. هاد الجنسيه ديال الكويتي، كويتي كدور الايام وكيجيو هنا الكويتيين وكينعسوا لنا مع بناتنا وكتموت بنت، وانت المهداوي والمغاربه ما بغيتش نقول شي عباره خفت، وخاصكم تشوفوا وتسكتوا، مال شنو كاع شنو مالكم؟ ديك المره خرج بلاغ ديال الويده ديال حسين القضاة، قلنا الله القضاء، القضاء غينتصر لشرفه، في الاخر كنكتشفوا بان المستهدف هو التعليق على الاحكام القضائيه والراي. هادي شنقول لك باش انت مغربي، باش انت مغربي، انا مغاربه وحنا مغاربه، انت مع الشفاوي واش الشريف راه كيجي كويتي هنا وكي كيلعب لك حدا رجليك وكيديك كيخرج وراه الكويتي سبعه برا ولا شنو، ما جاوش كاع المحكمة، ما عرف جاو، ما كاينش كاع بعدا في المحكمة كاع، عيوقفوا قدام القضاء نشوفوهم، لا ما كاينينش. بايتين وشنو زعما حنا عندنا البنيوتات المغربية زعما رخاصات كيفاش؟ مساكن هذوك ظروفهم. تظن ودابا نهضروا على النخوة والوطنية وحنا مغاربة، قال لك خوانة الوطن وخوانة الخارج وخوانة. عطيوني شي تفسير لهادو، شنو كيتسموا هادو اللي كيجيو دابا اللي كيشرفوا على هاد العملية ديال البنيوتات؟ كاين شي خائن للوطن، كاين شي خونه ديال الوطن اكثر من هادو اللي كي بنات الوطن ديالهم ما كيخلي لهمش سبل العيش ويخليهم يوعوا لحمهم للاجانب
شكون هو الخائن الحقيقي؟ شكون اللي كيصنع لي بورديل؟ شكون خوانه؟ شكون راه اول خائن هو اللي ما كيوفرش الحياه الكريمه لهاد البنات مساكن، ها اللي مطلقه، ها اللي ظروفها الله يحسن العونه عليه. ما كنبررهاش داك السلوك، ما كنراش الانسان، ولكن كاين اللي ناقص عقله، ناقص فكره، ناقص مناعته، ناقص ظروف، كله كيفاش جاته تلقى راسه. وهاد الخوانه هاد الوطن لا يناقشوا، معززون مكرم، وتخرج انت تقول لهم واش هاد الشيء تولي انت هو الخائن. انت مالك الاستاذ، انت اللي فاهم فينا، انت اللي مغربي اكثر منا، انت عيش مع الوقت شوفها ياك. ما خصكش تهضر. وماتت البنت مسكينه ديك الفقيره المزلوطه، ماتت في لابيسين، مشات بحالها. فين هو التشريح الطبي؟ ما عرفتش. واش تقتل ولا واش وفات عاديه؟ انا صحفي وما عرفتش. وهذاك اللي نعسنا هتكنا بنتنا، اجنبي عنده ظرف شديد، انت براني، حنا مضيفينك في البلاد، وليتي جالس كتلعب لنا مع بناتنا القاصره، باقا صغيره، شحال عطاو؟ 7 شهور د الحبس. بحال اللي عرفتي 7 شهور د الحبس وطاوجني 4 سنين د الحبس، وهذاك دير محمدي 5 سنين، ويوسف الحير الشوب ثاني شي عجيب مسكين حتى هو الله يخرع عقبته. راه اذا شنو هو التوجه؟ شنو كتفهم؟ شنو غتفهم؟ ما خصكش تهضر، شوف واسكت، شعار المرحله، شوف واسكت. وكنشكركم اخوتي المغاربه على اللقاء.